now the question to our government here, whenever we said to them, why are you supplying these evil regimes weapons? Why aren't you not standing up to these people? They said, well, they're sharing. المغامرة العسكرية السعودية كان عنوان الندوة التي عقدت في مقر اتحاد نقابات العمال البريطانية بمناسبة الذكرى السنوية 5 للاحتلال السعودي للبحرين. المتحدثون في الندوة بحثوا مخاطر تلك المغامرة على السلم والاستقرار في العالم، خاصة وأنها وقعت بدعوة من نظام يفتقد إلى الشرعية. الناس ما لهم أي رأي في طريقة اتخاذ القرار أو في مشاركة الثورة أو كل هذه الأمور، فعملية استقدامه إلى قوات أجنبية من أجل مشكلة داخلية بكل التعاريف الموجودة في العالم، أن أفغانستان مثلا لما دخل الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان كان بدعوة من الرئيس اليساري اللي كان موجود بأفغانستان وسمي أنه احتلال. بنفس الشيء تقدر تقيسه على بلدان أوروبية الشرقية اللي حدثت فيها بعض المشاكل، فهي مش باءهم تجر وباءنا لا تجر. العدوان السعودي على اليمن حاله كحال الاحتلال السعودي للبحرين، إذ يفتقر إلى الغطاء الشرعي بالرغم من الادعاء بأن حكومة اليمن هي التي طلبت تدخل السعودية العسكري. وأين الشرعية ذي؟ اسألوا الدنبوع واسألوا تواكل الكرمان، تصدر أدلة واحدة ورقة صغيرة كذا تثبت إن الدنبوع أو الهادي له أي شرعية، بعدها تكلموا. أما الآن ما لهم أي مقام يتكلمون، هؤلاء لا شرعية ولا هم يحزنون. شرعية حبيبهم انتهت في واحد في فبراير الشهر الثاني العام، العدوان على اليمن بدأ في شهر الثالث، أين الشرعية حقه؟ اللورد الراحل إريك إيفبري الذي عرف بمساندته لشعب البحرين في محنته ورعايته لمثل هذه الندوات خلال الأعوام الماضية كان حاضرا في هذه الندوة وعبر نجله. He was a very empathetic man. He seriously cared about the suffering of people in other countries. And I don't think that he, you know, he wasn't the sort of person who was going to sit there in the knowledge that people were suffering and not do anything about it. أنظمة تفتقد للشرعية في البحرين واليمن تستعين بالقوات العسكرية لنظام آل سعود الفاقد هو الآخر للشرعية الشعبية من أجل قمع شعوبها وإشاعة الدمار الذي طال حتى المساجد في البحرين والمواقع الأثرية في اليمن. Now, is there any dispute as to whether or not the Saudi regime helped by Qatar and the others that it has been arming Jabhat al-Nusra and all the other factions in Syria? That out of which developed ISIS, out of which developed ISIS.